اتحاد العاصمة، وبعدما فر بجلده وأنقذ نفسه من مقصلة السقوط إلى غياهب القسم الثاني في آخر رمق من عمر البطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي، ذات الفريق يبدو أنه استوعب الدرس جيداً. أما واقعية الميدان فأقرت بذلك محلياً وقبله قرياً. Comme je dis aux joueurs, il faut garder les pieds sur terre, il faut continuer à travailler, il ne faut pas lâcher le morceau. C'est justement quand on est dans cette période de gloire qu'on fait les plus belles et les plus grosses conneries, parce qu'on croit qu'on est arrivé. Mais c'est mon rôle de faire comprendre aux joueurs qu'on n'est pas encore arrivé, on n'a encore rien gagné. Après, c'est vrai que je suis très content de cette victoire, je la dédie aux supporters, à tous ceux qui aiment l'USMA. أبناء سوسطارا الذين دشنوا مشوار البطولة بسقوط لم يكن بالمفاجئ في نظر العارفين بخبايا كرة القدم، على اعتبار أن أشبال حمدي ميلود لم يعرفوا التوقف خلال فترة الراحة الصيفية، والسبب خوض زملاء يوسف بالليلي غمار منافسات دور أبطال إفريقيا، منافسة ومشوار يذكران فيشكران، تألق إفريقي امتدت تبعاته محلياً، والمحصلة 4 انتصارات متتالية بعد صفعة الديربي العاصمي أمام النصرية. أما الجزاء الأكبر فلم يكن سوى اعتلاء صدارة المحترف الأول على حساب اتحاد الحراش، عندما أضاف شباب قسنطينة إلى قائمة ضحاياه، وعلى أرضية ملعب هذا الأخير بالذات أداء ونتيجة. التباعد وعدم الانسجام في الخطوط الثلاثة الذي طغى على أداء الكحلة والحمراء خلال مرحلة العودة من الموسم الماضي أضحى في خبر كان، فبإلقاء نظرة سريعة على حصيلة زملاء الحارس زماموش، تمكن مهاجم الاتحاد من هز شباك خصومهم في 9 مناسبات، فيما استقبل مرمهم 5 أهداف، وهو أكثر الفرق إحرازا للانتصارات. هي إذن معطية حتما ستصب في مصلحة صاحب الكلمة العليا في تشامبيونز ليج، الذي لم ولن يقنع بمعادلة رقم الترجي التونسي في عدد الانتصارات المتتالية المحققة في دور المجموعات، إلا بخلافة مواطنه وفاق سطيف على عرش أندية القارة السمراء.